طيب كمباتية سيكيورتي بلس سيميليشن، أو بيقولوا بروفورمانس بيس بيست كويتشن. ده طبعا السؤال الأول، أول 5 أسئلة أو 6 أسئلة في الامتحان، مواجهة زي ما بقول الفتح بتاع الامتحان وكده. ف سكيورتي بلس طبعا فيه 70 فيه 90 سؤال، لكن ما معروف البروف، لحسي ما في شخص بيقدر يبارك عنه البروف بيس كويتشنز. هاو هيفي از يعني درجاته كم، ما معروفة كم يعني. فمهمة جدا انك تبدأ به عشان يفتح لك شهية بتاع الأسئلة وكده. ف في أسئلة، الأسئلة الموجودة ده غالبا غالبا تلقاه نصا في الامتحان يعني، يعني ما قاعد يتغير كتير، ممكن يتغير لكن ما بيتغير كتير يعني، في حاجات زي ثابتة يعني. شوف الحاجات الأساسية بعد ذاك نجيب على الحاجات الأساسية الثابتة طوالي قاعد تجي، أول سؤال ممكن تقابله أو ثاني سؤال. طيب Network Device Security، طبعا السؤال بيتكلم عن Network، سؤال إحنا نشوف السؤال بعد كده نيجي نشوف حله ممكن شنو. A security administrator want to implement strong security on the company smartphone and terminals service located in the data center. تكلم عن data center smartphone. طبعا السؤال drop and drop. The applicable control to each asset type. هنا تهت بديك instruction. بقول لك control can be used multi time، يعني إذا عندك أي حاجة control ممكن تستخدمه أكثر من مرة. And not all the places all need to be filled، يعني ما كل الأماكن شرط تعبيه ممكن. When you have completed simulations, please select done button to submit، يعني بعد ما تخلص تعمل done instruction عادي. ف نيجي نشوف السؤال شنو ده السؤال، نيجي نشوف مدينا شنو عشان نحل. فبعد ما تخلص السؤال بقول لك press done، يعني لازم تضغط done عشان يعني عندك خيار انك تغير وتعمل done بمشي للسؤال اللي بعديه وخلاص. طيب ده السؤال كويس، لك ممكن تستخدم دروب اند دروب، يعني تسحب من هنا وترميه هنا، تسحب من هنا وترميه هنا في المحل الفاضي. دروب دروب اند دروب، دروب معناه تسحبه ودروب معناه ترميه. طيب هنا مدينا شنو، مدينا اثنين، مدينا داتا سنتر، مدينا شنو سمارت فون. كويس ده نعمل لهم سكيور، كيف يكون سكيور؟ طيب كنترول بتاعنا شنو؟ اننا لاك سكرين لاك سترونج باسورد ديفايس انكريبشنز ريموت وايب جي بي اس تراكنج باب اب بلوكينج كيبل لاك انتي فايروس host base firewall proximity reader sniffer and man tap. طبعا ده كله حاجات في السكيورتي اخذناه، الكلمات ده كله معروفه بالنسبه لنا. ف احنا ما علينا الا نقوم نشوف شنو ممكن نقدر نطبقه في واحد من ديل، او بقول لك في الانستراكشر قال لك اي واحد ممكن تستخدمه اكثر من مره في الأماكن ده، وقال لك ما شرط أنه تعبي كل الأماكن ده، يعني تشوف الحاجة المناسبة بس ده على حسب شروطه هو المدينة. طيب إذا عندنا سكرين لاك حطه هنا في سمارت فون ولا في داتا سنتر؟ سمارت فون سمارت فون. جود جود سمارت فون أوكي. هل بيحتاج هنا سكرين لاك؟ نو لا اوكي. طيب سترونج باسورد الاثنين 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 اوكي. طيب طبعا
اوكي طيب اوكي طيب ريموت وايب اور قبل ده في ديفايس انكريبشن في الاول ولا الثاني ولا بوث بوس بوث لا بوس لازم الاثنين عشان يكون سكيور لازم كلهم يكون انكريبشن يس مشفرة طيب ريموت وايبس زد هذا سينر يا راجل او ريموت وايت الجوال نو موبايل سمارت فون الريموت وايف موبايل شنو قلنا بكون اذا جهازك انت باع احنا نقوم عن طريق مانج موبايل ايوه نمسه طيب الداتا سنتر هل يضيء بيضيء؟ نو 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 فون فون طيب الفون سلايف متحرك ممكن يضيء اوكي سمارت طيب فون طيب جي بي اس تراكنج از سمارت فون فون اكيد طبعا فون ما بكون الداتا لانه الداتا سنتر مسافه داتا سنتر من ايوه المكان ثابت اوكي pop up فون pop up block it في الفون ايضا الداتا سنتر الداتا سنتر اوكي انتي فايروس انتي فايروس both طيب host based firewall الهوست بيس معناه في الهوست ماشين معناه في الداتا سنتر ورسانر ابروكسيمال ريدر ورسانر داتا سنتر في الداتا سنتر وممكن يكون شنو؟ ممكن يكون في التليفون برضه ممكن يكون في التليفون ايوه سنيفر تليفون طيب المان تاب ايش هو مان ماب تاب؟ داتا سنتر ايش هو مان تاب اول حاجه؟ البابين مع بعض تكون في مدخل في بابين مع بعض قلنا مش كده؟ حاجة مشتركة يا في باب انت بتخش وتقفله وتخش باب الثاني طيب في سؤال هنا المان تاب ده بقينا من شنو؟ في السوشيال انجينيرينج بيغينا فولو فولوين تو كولوس بيسموه شنو؟ فولوين فولو تو الورا تارجتنج بعض تارجتنج تارجتنج التارجتينج تارجتنج تارجيتينج يا تارجيتينج يس يس اوكي اوكي ده الإجابة سكرين لاك شفت مان تاب هنا ديفايس انكريبشن هنا برضه في ديفايس انكريبشن let me put the طيب هنا شوف ديفايس انكريبشن هنا في ديفايس انكريبشن طبعا الفون الريموت وايب ده للفون والجي بي اس تراكنج طبعا للفون انتي فايروس موجودة هنا موجودة هنا باب اب موجودة هنا موجودة هنا سكرين لاك موجودة هنا وموجودة هنا كويس احنا عندنا الكيبل ده في وقتنا مش كده كيبل لاك في وقتنا اوكي طيب فده الطريقة بتاع الحل بتاعه ما عليك الا تكون عارف بس تسحب من هنا دروب اند دروب دروب اند دروب كويس تمشي للسؤال اللي بعد ده كله متخلص تضغط دان تمشي للسؤال اللي بعده اوكي any question طيب what next طيب السؤال الثاني you have been taxed with design security plan for your company drop and drop برضو drop and drops property security control on the floor plan okay كويس الانستراكشن بيقول شنو all object must be used يعني اي المعطيات كلهم لازم تستخدمهم
و all place hold must be filled. جبير كان قال لك ممكن يكون ما مليان السؤال الأول، لكن ده قال لك أي مكان لازم تعبيه، لأنه لو لاحظت في السؤال اللي هنا أماكن ده فاضية، هو قال لك شنو هنا لو لاحظت structure structures هنا بقول لك شنو no old hold need to be filled، يعني قال لك ما كل الأماكن بكون filled، لكن هنا قال لك لازم يكون كله شنو كله filled، تتأكد أنه كله لازم يكون مليان. فالستركشر ده أقراه سريع عشان تعرف بالضبط. When you have to complete simulation, please select the done button to submit. Okay. عرفت السؤال الأول والثاني؟ الأول يعني قال لك ممكن ما تعبي كله، لكن الثاني ده لازم يكون تعبان. شوف إننا فلور هنا. طيب المعطيات بتاعت السكيورتي كنترول إننا شنو؟ إننا lacking cable، إننا واحد أو لكن كابينت مش كيبل واحد، إننا السيف كي بوكس إننا واحد، إننا سي سي تي في كاميرا واحد، وإننا ما مان تاب واحد، وإننا شنو بروكسيم بايومتريك ريدر إننا فور، وإننا بروكسيم باتش تو، وإننا شنو كيبل لات إننا ستة. معناه ده عددهم يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمانية 10 16، لازم نعبي 16 مكان عشان نتخلص منهم كله. يعني انت ما ممكن تستخدم ده تستخدمه مره واحد، لان ده اونلي 1، ده ممكن تستخدمه 4 تايم تو 6 تايم. طيب لو جينا هنا انسوبرفايد لاب، معناه ده لاب غير مراقب باللون البلو ده، ده عندنا اوفيس، عندنا داتا سنتر، وعندنا شنو؟ امبلوي لابتوب من شغالين من على البورد. طيب قبل ما نجاوب الأسئلة، أكثر محل المفروض يكون سكيور وين هنا؟ سؤال يعني ما خاش فيه، لكن ده نتأكد. أكثر محل داتا المفروض سنتر داتا سنتر، أكثر محل المفروض يكون سكيور. طيب إذا إننا اللاب برا ما مراقب، فيه لابتوبس إننا 1 2 3 4 5 6 لابتوب، شنو اللي نقدر نعمل بو سكيور لللابتوب ده هنا؟ كيبل لاكو كيبل لاج، مش كده؟ إننا ستة كيبل لاج، معناه نعمل دروب دروب هنا، دروب دروب هنا، دروب دروب هنا، ثلاثة بكون أربعة هنا، خمسة ستة بكون ستة، انتهى ده انتهى خلاص. في حاجة تانية؟ ما في، ده is done 6 ده done. طيب نيجي نشوف الأوفيس، اوفيس يكون لنا شنو؟ او نشوف الداتا سنتر، نشوف الحاجات المهمه نحط في الداتا سنتر والباقي ممكن نوزعه. طيب في الداتا سنتر نحط فيه شنو؟ حاجه هسه قبل نتكلم فيه مانتاب ماين تاب واحد. طيب نمبر 2 نحط شنو؟ سي سي تي في نحط فيه كاميرا سي سي تي في. طيب نمبر 3 بايومتريك ايوه حط فيه بايومتريك ريدر، لازم دول يخش بشنو ب طيب نحط بايومتريك ريدر لانه داتا سنتر لازم دول يخش بالبصمه. اوكي طيب اتاكدوا ان شلنا واحد هنا، في دول كم؟ في دول ثلاثه. اوكي طيب احنا هسي 1 2 3 باقي لنا اثنين، نحط فيه شنو ثاني؟ سيف كي بوكس أو سيف كي بوكس، وتاني على الأخير هيكون في شنو؟ لازم نحط فيه باتش، مش كده؟ يا روكس ماك طيب هنا فيديو شنو؟ فيديو شنو عشان نحط هنا في الأوفيس؟ لوكين كابينت يا لكن 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 كابينت. طيب والثاني هنا أنا كي بوكس، لازم يكون هنا سيف لأنه ده فيه اوكي كي بوكس. طيب
اللابتوب نعمل فيه شنو؟ لاب What's that؟ بايومتريك ريدر. Biometric reader. بايومتريك ريدر لازم اي لاب نعمل يشتغل بشنو؟ يشتغل ببايومتريك، يشتغل بفينجر برينت، رايت؟ طيب هنا كبير، لما شلنا واحد فيديو الثلاثة، الثلاثة نوزعهم هنا، ما في حاجة ثانية. نعمل اللابتوب بتاع employee، أي موظف نقول له اللابتوب بتاعك set up biometric reader فقط. هل نحتاج كيبل لاب؟ هو employee لابتوب، يعني هو في عهدته مش كده؟ موبايل اوكي let's see. اوكي كيبل لاب correct. كيبل لاب كيبل لاب كيبل لاب كيبل لاب 6 انتهى. هنا biometric reader batch proximal batch هنا و save man tab correct. هرمكس باتش هنا صحيح، السي سي كاميرا عندنا، بايومتريك ريدر وعندنا اوكي لاكن كابينت كويس. هنا بايومتريك ريدر بايومتريك ريدر بايومتريك ريدر اوكي. سؤالين اصلا تلقاهم، ما في امتحان خلا من سؤالين، بيجي نصا يعني بنفس الطريقه، ما عليك الا بس تشيل دروب دروب. وده حاجه كويسه انك انت تقدر تعمل سيف بتاع التايم بتاعه، يعني ما بيحتاج انك تضيع فيه زمن طوالي، من تلقى السؤال ده طوالي بب 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 وتمشي للسؤال الثاني تستفيد من الزمن بتاعك. ده برضو من الاسئله اللي قاعد بيجي في اتاك، وممكن يجي بصيغه ثانيه مختلفه، ما شرط يجيك بنفس الطريقة ده، لكن الاثنين الأوائل ده بتجي نصا، يعني بتجي نفس الطريقة، ما في أي حاجة بتتغير. هنا بديك الأتاك، وبعد كده بيجي بديك شنو أنت تعرف الأتاك، مثلا أداك سبام فيجن فيشن واترين والين، وبعد كده هوكس، بعد كده فارمين، بعد كده بير فيشن سبوفين سبام. وبديك هنا تعريف للاتاك، انت تيجي تعرف اي اتاك هنا شنو الفانكشن بتاع الاتاك شنو. بعد ذاك انت تقدر تعمل شنو، برضو تعمل دروب اند دروب. مثلا لو اخذنا الاول attack against confidential companies information كويس، ده الاتاك فيكتورز. اما شنو ال target CEO and board members كويس، CEO. طيب يا تو اتاك هو اللي بعمل تارجت للسي اي او، او سي او طبعا تعتبر يعني من الشخصيات المهمه، يعني اتاك من اتاك ديل قابلت في الشخصيات المهمه. والين مش كده؟ بعمل اتاك للشخصيات المهمه مش كده؟ ده اول محاضره. طيب لو جينا للاتاك كنترولينج كريدت كارد ديتيلز، بعمل بشيل كريدت كارد ديتيلز، لكن بعمل شنو؟ فون بيس فيكتورز. مجرد ما يكون فون بيس يكون شنو؟ فون بيس فيجن فون ذا فيجن 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 يا فيجن فيجن ذيس وان. قلنا في ده جاي من كلمات فويس. استاك لك بوست لينك تو فيك اي في سوفت وير
اها طيب اتاك ماس ميل، مجرد ما يكون ميل فكر في شنو. اتاك دايركت ذا نيم ريزوليوشنز ار، طبعا نيم ريزوليوشنز. اها في اي محاولة؟ ما هو واحد سهل يا جماعة، بتاع ايميل. نمبر 4 از فيشينج. ايميل، ايميل ده ميل سبام مش او كده؟ نو سبام، ايميل بام. يس سبام هي على سبام 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 كده. سبامي. بقول لك لو بصوا لك ايميل وقلت ايميل ما موجود، بقول لك شيء في السبام، في فولدر اسمه سبام للفيك ايميل وكده، بمشي ايميل بيجي مشكوكه فيه وبمشي فولدر ده اسمه سبام كده. طيب بوست لينك، هذا شنو؟ فيشينج ده سبير فيشينج. سبير فيشينج بورت سيت اوف فيكتومز، سيت اوف فيكتومز مجموعة، كويس اكسيدا مش كده؟ ده ايوه فيري امبورتنت وان، اند ذيس شوي از مجموعة. لما يكون مجموعة بكون شنو؟ بيرفيشن. الفرق بين ده سبير وده شنو قلنا؟ ده قلنا للانديفيدوالز، ده individual. سبير فيشينج للمجموعة. مجموعة، كويس اوكي. طيب طيب this is correct. ده ما جاوبنا مش كده؟ fake link ده معناه hoax مش كده؟ hoax fake link. phone victims vision spam. طيب وين قلنا نحلل؟ هوم بيس. طيب ده سيت اوف فيكتومز فوكس. طيب هنا فارمينج، اتاك نيم ريزوليوشنز فارمينج. طيب 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. لاحظ ما استخدمنا كله برضه، ده قبل ما قرينا الانستراكشن، فما شرط تستخدمهم كلهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، احنا نستخدم 1 2 3 4 5. اوكي طيب بعد كده ممكن يجيك دروب اند دروب بشكل اخر. ده طبعا البورت، وده ما قاعد يجي تقريبا الارقام بتاع البورت، يعني مثلا اي بروتوكولز عنده بورت معين، وده ما شرط تحفظه يعني. طيب ده مصورة من امتحان برضو. بديك تعريف وانت بتشوف التعريف ده بالظبط بينطبق لياتو، يعطوا مجموعة من الأسامي دي، كويس؟ يعني بديك تعريف بتاعه هنا، بعد كده أنت عليك تعمل شنو؟ دروب أند دروبس. طيب نفس الحكاية برضو، دروب أند دروبس، تقرأ التعريف ده وتعمله دروب أند دروبس. This is like homework، ده الحل بتاعه. Just go through it. طيب برضه دروك اند دروبس، دروك اند دروبس. طيب ده طريقة سيميليشن كويشن، بيجي خمسة أو ستة أسئلة بنفس الطريقة ده. أغلبية الحاجات دي مصورة من الشاشة بتاع الامتحان، ف إذا قريت كويس ما بكون لك أي مشكلة يعني.
بس الجزء اللي احنا اشتغلناه ده وريناه الطريقة بتاعه، لكن باقي ده كله تعريفات، يعني تعريف وبديك يعني تعريف وبديك الكلمة وبديك الاختصار، وانت كيف تقدر تشوفه كده. ده الطريقة بتاع performance based question. فراجع الشيت ده، يعني ممكن تراجعه بس يوم الماشي تمتحن، يعني بحتاج، لأنه أصلا أنت بتعرف حله كيف، وإذا جاك غالبا بيجيك نصا وتمشي تحاول تختصر فيه الزمن، تستفيد من زمنه في الأسئلة الطويلة وكده. أي question في performance based question؟